تمام، اخبار كتيره زي ما شفنا كده ابرز العناوين، وبالتحديد عايزين نبتدي باخبار النادي الاهلي واخر الجديد طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا امبارح قرعه بطوله دوري ابطال افريقيا ومجموعه النادي الاهلي، ومجموعه اكيد قويه، واي مجموعه كان هيبقى متواجد فيها النادي الاهلي كانت هتبقى مجموعه قويه وصعبه، لان الفرق كلها اللي هتشارك في البطوله فرق باسماء كبيره وتاريخ كبير في بطولات دوري ابطال افريقيا والبطولات الافريقيه بشكل عام. لكن الاهم دايما ان البطل، دي لقطات من القرعه امبارح، الاهم دايما ان البطل ما بيفكرش هيقابل مين، بيفكر بس ازاي هيكسب، بيفكر بس ازاي هيفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، مش بس التاهل من دور المجموعات. وده الهدف الاساسي دايما للنادي الاهلي وجماهيره، بالتالي تفكير كله في كيفيه الوصول للنهائي وكيفيه اسعاد جمهور النادي الاهلي المنتظر والمتشوق لبطوله دوري ابطال افريقيا. في الحقيقه بطوله مهمه جدا وغايبه عننا بقالها كتير قوي، فمستنيينها ان شاء الله باذن الله، واثقين كل الثقه في الجهاز الفني، في اللاعبين وابطالنا في الفريق اللي هيقدروا باذن الله يجيبوا لنا بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي اهم البطولات للنادي الاهلي هذا الموسم ولجمهور النادي الاهلي بالتحديد. مجموعه النادي الاهلي، النادي الاهلي وقع في المجموعه الثانيه طبعا زي ما حضراتكم اكيد عرفتوا، معانا النجم الساحلي التونسي، ومعانا الهلال السوداني، ومعانا بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي، فبالتالي اكيد مجموعه قويه، وان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نكون موفقين في التاهل من خلال هذه المجموعه. خلينا اقول لحضراتكم ترتيب المباريات ايه. المباراه الاولى باذن الله هتكون يوم 29 او 30 نوفمبر مع النجم الساحلي هناك في سوسه، بالتالي البدايه هتكون قويه وصعبه جدا بره ارضك، لكن ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه، لان دايما البدايات بتبقى مهمه خصوصا في مرحله جديده من البطوله ومرحله دور المجموعات، واحنا عارفين اول المجموعه وتاني مجموعه هم اللي بيصعدوا مباشره، ودور الثمانيه بيبقى فيه قرعه اخرى. فبالتالي المباراه الاولى مع النجم الساحلي في سوسه يوم 29 او 30 نوفمبر، المباراه الثانيه او الجوله الثانيه هتكون مع الهلال السوداني في ملعبنا هنا في مصر ان شاء الله باذن الله يوم 6 او 7 ديسمبر، وبعد كده عندنا الجوله الثالثه مع بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 27 او 28 ديسمبر، دي ايضا هتكون في القاهره. الجوله الرابعه هنخرج لبلاتينيوم ان شاء الله في زيمبابوي يوم 14 او 15 فبراير، وبعد كده نلاعب النجم الساحلي ان شاء الله في القاهره في الجوله الخامسه يوم 21 او 22 فبراير، والجوله الاخيره باذن الله نكون حسبنا ان شاء الله باذن الله الصعود، هتكون مع الهلال السوداني على ملعبه يوم 6 او 7 مارس، ويقال يعني ان ممكن المباراه دي تكون في مصر ايضا، مباراه العوده مع الهلال، لان طبقا للظروف الامنيه في السودان، لكن لسه ما تمش التاكد من هذه الجزئيه. بشكل عام اي يعني كان المكان اللي هيلعب فيه النادي الاهلي، الفريق جاهز واللاعبين جاهزين بشكل كبير جدا بإذن الله.